السلام عليكم أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بكم في الدرس 47. كلمة اليوم apply. apply، هيا نكتشف أسرار هذه الكلمة. get ready، write all the phrases. so you need a notebook, a pencil, just 2 minutes, and repeat after me 5 times loudly. كرر خلف العبارات 5 مرات حتى تتقنها بالشكل الصحيح. أما الآن اضغط على لايك، إعجاب، سبسكرايب، واشترك في القناة حتى تصلك جميع الدروس. التكرار أم المهارات، كرر الدروس عدة مرات حتى تتقنها باللفظ الصحيح. apply 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 تأتي بمعنى تطبيق أو طبق، وضع أو قدم طلبا على شيء. تأتي أيضا تطبيق، طبق أو وضع، قدم طلبا، نشر أو خصص لغرض. نأخذ أمثلة على كلمة apply. you need to apply. You need to apply. تحتاج إلى تقديم طلب. You need to apply to the local authorities. To the local authorities. إلى السلطات المحلية. For a grant. للحصول على رخصة أو منحة. You need to apply to the local authorities for a grant. المثال الثاني. Apply a rule to a situation. تطبيق قاعدة على موقف أو حالة معينة. apply a rule، تطبيق قاعدة، قاعدة قانون، to a situation، على موقف معين. أما مرادفة كلمة apply هي stratify، تطبيق أو تطبق، effect، طبق، put، وضع، request، قدم طلبا، expand، نشر. أما الآن حاول أن تكتب جملة مستخدما فيها كلمة apply. والآن وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. بإمكانكم مراجعة هذا الدرس عدة مرات حتى تتقنوا هذه الكلمة، كلمة apply، واستمروا معنا واستمروا بالمثابرة بتعلم اللغة الإنجليزية. انتظرونا في الحلقة القادمة.